ينضم إلينا هاتفيا من بروكسل المراسل الغد سلام كيالي. سلام، ما المعلومات المتاحة حول عودة المشاورات النووية والتحديد تحديدا التاريخ الذي حدد في نهاية نوفمبر؟ نعم كاترين، على حد تعبير الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، فإن اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء بين باقري والمسؤول الأوروبي عن أو المنسق الأوروبي لمباحثات فيينا إنريك مورا كانت إيجابية وبناءة، وساهمت في تقريب وجهات النظر، وأيضا ساهمت في إيجاد بتسهيل فكرة العودة إلى مباحثات فيينا رغم الخلافات الموجودة. الآن هنالك على حد تعبير الناطق باسم الاتحاد بيترستانو قال إنه نعمل على تحديد موعد في أبكر وقت ممكن للعودة إلى مباحثات فيينا من جديد، وبالتالي إيجاد فرص للدبلوماسية، فرص أكبر أو إعطاء مساحة أكبر للدبلوماسية لكي يكون هنالك حلول وعودة لكلا الطرفين، الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 كاترين. طيب، في حال العودة للمفاوضات، السؤال هنا أنه من أي نقطة سيتم العودة إلى هذه المفاوضات؟ هل من نقطة البداية أو من نقطة الصفر أم من النقطة التي تم التوصل إليها أخيراً؟ نعم، وزير الخارجية الإيراني كان قد قال إننا لن نعود إلى النقطة التي انتهينا فيها في يونيو الماضي، ولكن الجانب الأوروبي على سبيل المثال يسعى لأن تكون هي نقطة البدء من جديد، خاصة وأنها هي العقدة. كان على حد تعبير الاتحاد في أكثر من مناسبة قيل إن المباحثات في فيينا توصلت إلى حل لحوالي 80% من المشاكل العالقة بين الجانبين، ولذلك فإن ما تبقى قد يكون قليل، بمعنى أن يكون هنالك جولات أقل من المفاوضات. 3 أشهر استمرت المفاوضات وتوقفت بين أبريل ويونيو. الجانب الإيراني قال إننا لن نعود لنفس النقطة وسنتفاوض من جديد، ولكن الروس ميخائيل يوليانوفا هو الممثل أو المبعوث الروسي لجنيفا، هو المشارك في مفاوضات فيينا، كان قد صرح أو علق على تصريح الرئيس وزير الخارجية الإيراني وقال إن على طهران العودة من حيث ما بدأت مفاوضات المباحثات في فيينا في نهاية يونيو الماضي، بمعنى أن الضغوطات الآن تجري على إيران من مختلف الأطراف، ليس من الجانب الأمريكي. الأمريكان الآن لا يتدخلون، هم ينتظرون تحديد موعد للعودة إلى طاولة المباحثات في فيينا، ولكن كافة الأطراف المشاركة خاصة الروس الذين لطالما دعموا إيران في هذه المباحثات. كان هنالك حتى في اجتماع المحافظية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي جرى في يونيو الماضي وما بعده أيضا، كان هنالك ضغط روسي لعدم اتخاذ أي قرار ضد إيران في هذا أو أي بيان يستهدف إيران أو ينتقد تصرفات إيران. الآن الروس يريدون العودة من نقطة النهاية وليس من ما قبلها، وبالتالي ربما يكون هنالك المزيد من الوقت ننتظر حتى يتم الإعلان عن موعد، ريثما يتم التأكد من أن الإيرانيين سيعودون فعلا من حيث انتهت المفاوضات في يونيو الماضي. نعم، شكرا جزيلا لك مراسل الغد سلام كيالي، كنت معنا من بروكسل.